رضيت برب الورى خالقي، رضيت برب الورى خالقي، وآمنت بالمرسل الصادق، وبالدين دين الهدى منهجا، وبالوحي في نوره الشارق. تبعت الكتاب وآياته، وسنة ذي المنهج اللائق. أضاء لي الدين جنح الدجى، فما احترت في الحندس الغاسق، وصدري بإسلامه في انشراح، فيا حسرة المحرج الضائق. فؤادي سعيد بإيمانه، تروى بسلسله الرائق، يفيض بتصديقه واليقين، فتلكم خطاه خطى الواثق. فلا شبهات العدا أثرت على الرغم من مدها الدافق، ولا الشهوات بإغرائها وتلويح تزويقها الفائق. فما لي ومن ضل درب الهدى، وما لي وللمارد الآبق، وما لي ومن أفسدته الحياة، وما لي وللملحد المارق. ومن قد تردد في ريبه وفي لجة الوهم كالغارق، قنعت بديني ومنهجه وسلمت للواحد الخالق. على درب أحمد مع صحبه خطوت على خطوة السابق، فيا فوز من تبع السالفين، ويا فرحة السالك اللاحق.